الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أوثل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية منا إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا ومصطفانا ومنجينا وآخذ أيدينا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين، وإلى حضرة البدريين والهدي والخندقيين والتبوكيين والهنينين وسائر الصحابة كلهم أجمعين، وإلى حضرة كتب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سلطان الهند خاجة معين الدين الجستي الأجميري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة قطب جدنا السيد جلال الدين البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة جدي السيد أحمد البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة جدي تاج العلماء سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة أبي السيد محمد عمر الفاروق البخاري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة سائر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة من دفن في هذه القرية وفي هذه البلدة وسائر المؤمنين والمؤمنات وسائر أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم بلغ منا إليهم مفضل السلام والتحية، واجعلهم روحا وريحانا من عندك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحقهم وبجاههم أن تغفر ذنوبنا وتشفي أمراضنا وتحسن أخلاقنا وتوسي أرزاقنا وتقضي حوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا وبارك في كل أمورنا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم احفظنا واحفظ من عاننا وعان معاهدنا، واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات من كل آفة وبلاء ومصيبة يا أرحم الراحمين، بحرمة ولا يغوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا كما طهرت قلوب العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من الفائزين في الدارين يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم والتقوى تقوى، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أساتذتنا وأمراض أزواجنا وأمراض أولادنا وأمراض من عاننا وعان معاهدنا وأمراض من نبيناه يا شافي.
وعافي الأمراض. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا وفق من أوصانا للحج حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرات بعد مرات مع الصحة والعافية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا وجه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في اليقظة وفي المنام لا سيما عند قبل أرواحنا يا أرحم الراحمين. اللهم سلم إيماننا عند الموت. اللهم اجعل آخر كلامنا عند الموت قول لا إله إلا الله. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا عالم السد والنجوى ويا كاشف الضد والبلوى اجعل لنا من كل هم وغم فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في كل أمورنا فرجا ومخرجا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجيراننا ولأزواجنا ولمن عاننا وعان مهاهدنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا غافر المذنبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله.